السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. في البداية بنهني كل طلبة وطالبات اللي كانوا في الثانوية العامة النهاردة، وربنا أكرمهم وفرحوا بنجاحهم اللهم امين، واللي ما حلفوش الحظ يحلفوا حظ العام القادم، واللي يعني كان نفسه يخش كليه ان شاء الله ربنا يوفقهم وكل واحد يحقق امنياته يعني. لكن بنقول الف مبروك نتيجه الثانويه العامه النهارده، ونقول اللي ما جابش مجموع بقى هارد لك، كل شيء نصيب يعني. في نفس التوقيت بنعزي الاخوه في لبنان، انفجار النهارده في بيروت، انفجار مرعب مرعب. انا شفت الفيديو مره واثنين وثلاثه، شيء صعب جدا جدا جدا. انفجار مستودع صواريخ تابع لحزب الله، شأن داخلي الخاص باللبنانيين، هم شايفين حزب الله ده في فايده، حزب الله مضر ليهم، او ايران موجوده على ارض عربيه زي ما هم شايفين، ده شأن داخلي. لكن الجثث والمناظر والاصابات شيء صعب، والانفجار نفسه، انفجار نفسه تحس ان دي حاجه يعني كانه قنبله نوويه، الامتداد الارتداد بتاعها، واللي ربنا يصبر اهالي كل الناس اللي توفت، وربنا يشفي المصابين اللهم امين يا رب العالمين. نرجع بقى لاخبارنا. خالد الغندور بيعتذر عن الظهور في قناه نادي الزمالك خلال الفتره القادمه، الله اعلم هل هو اعتذار هل هو استغناء. لكن خالد الغندور كتب من خلال صفحته على فيسبوك: لن استطيع الظهور هذا الاسبوع لظروف خاصه جدا. ظروف خاصه جدا، هل في اشياء كان قبل كده اعلن عن الكورونا ده الخاص؟ لا قدر الله في اي شيء كان يعني يطلب دعوات الناس وان الناس تسانده يعني. لكن على ما يبدو ان قناه نادي الزمالك في ثوبها الجديد مع تولي ايمن سالم ربما، او بسبب ان مرتضى منصور مش حابب خالد الغندور، او شايفين ان خالد الغندور بياخد مبلغ كبير، اشياء كثيره ممكن تخليك تقول ايه اللي بيخلي خالد. لكن موضوع اهانه مرتضى منصور لخالد الغندور، الموضوع اتحسم، خالد الغندور حسم وقال لك انا كرامتي انا اكتر واحد احافظ عليها، وعلاقتي بمرتضى منصور ممتده لمده 30 سنه، بين حاجات كتير وبنتفق وبنختلف والكلام ده كله، وانا هنا مش عشان ادافع عن مرتضى منصور. وحب يهاجم الاهلاويه، قال لك الاهلاويه بيسخنوني، وبعض الناس يقول لك كرامتك ومش كرامتك، انا ادرى واحد بالحفاظ على كرامتي. يعني قصه ان هو غيران على كرامته، او كرامته نقحت عليه، او مرتضى منصور اهانه وان هو بيبتعد عن المشهد، لا مش دي القصه، هو متعود على كده يعني، واخد على كده يعني. وانا قلت لحضراتكم استك، في ناس كده بعض الناس كرامتها عامله زي الاستك، بتمط بتقبل اي حاجه يعني. لكن سبب الغياب ما اعتقدش ان هو ظروف قهريه مرضيه او اي شيء يعني، ربنا يحفظه ويحفظنا جميعا، نجد ضرر لاي حد يعني. لو كان كده كان طلب دعوات حضرتك. هل القصه ليها علاقه براتبه بقى؟ قال لك احنا ما فيش اعلانات وتكاليف، ما حدش بيتفرج علينا، والفلوس والكلام ده كله بتاخد مبلغ كبير، طب قلل راتبك؟ قال لك هو رفض. ام ان ممكن يكون هو ايمن سالم شايف ان، بس انا شايف ان هو لا يليق يعني. انا شايف ان في واحد احمد جمال يعني، خالد الغندور ما يجيش تحت درس حاجه، ما يجيش حاجه تحت درس احمد جمال يعني. لو ايمن سالم بيبص للطريقه والتقديم وبتاع، ثم ان هو وجهه اعلاميه افضل من احمد جمال يعني، الاثنين مش حلوين، لكن الافضل خالد الغندور يعني. على كل شيء هيتضح وهيبان خلال الفترة المقبلة. المهم ان خالد الغندور قال لك ان انا مش هظهر هذا الاسبوع، هل هذا الاسبوع فقط ام الفترة القادمة يعني. وهيرجع تاني المذيع الاستبن الاحتياطي اللي قاعد على دكة البدلاء اللي مرتضى منصور يقول له تعالى من هنا، اقعد هنا، روح هنا، تعالى هنا. واللي لازم يشكر مرتضى منصور الكابتن طارق يحيى. قال طارق يحيى ما جاي في اي حاجة، جاي في اي سبوبة، جاي في اي نحتاية، ودوني هنا ماشي، قعدوني هنا ماشي، خلوني امسك الزمالك اسبوع ماشي، امسك قطاع الناشئين ماشي، انا معاكم في اي حاجه يعني. هيرجع تاني الكابتن طارق يحيى يقدم برنامج اللي هو بيقدمه خالد الغندور، نظرا لغياب خالد الغندور. وكل شيء زي ما قلت لحضراتكم هيبان، احنا العالم بقى زي اوضتين وصاله، مفيش حاجه بتستخبى فيه يعني. بالنسبه لاحمد حسن الصقر، كشف عن احتماليه رحيل لاعب نادي الاهلي محمود كهربا،
احمد حسن خلال برنامجه ملعب السعر المذاع على راديو مصر تحدث ان مصير كهربا حاليا معلق بحسم مصير اللاعب رمضان صبحي، وقال ان لجنه التخطيط في النادي الاهلي بتعيش حاليا حيره كبيره بعد ان تلقى محمود كهربا عرضا كبيرا من نادي النصر السعودي للانتقال اليه في الموسم المقبل، واكد ان العرض السعودي مغري جدا من الناحيه الماديه، وهناك بعض الحسابات الحاليه التي غيرت تفكير الاهلي بشان رحيل كهربا. وقال ان كهربا بيفكر في بيع اللاعب والاهلي بيفكر في بيع اللاعب بيع من اجل تحقيق استفاده ماليه للاهلي واللاعب، ولكن صفقه رمضان صبحي ستحسم الامور، ولو استمر صبحي في الاهلي سيرحل كهربا، اما اذا فشل تواجد اللاعب في الفريق فان كهربا سيبقى. كله بيتكلم على مزاجه، وقلت لحضراتكم كان ممكن كلمتين من كهربا في برنامج البيت الكبير ينهوا القصه دي، مفيش اي عروض مفيش الكلام ده كله، لكن بما ان محدش يتكلم يبقى كل يعني بان كهربا لم ينف ولم يتحدث في هذا الشان، فكل الناس شايفه ان من حقها انها تجتهد في هذا الشان، يعني خاص بالنصر السعودي والنادي الاهلي كان جايبه علشان يبيعه ولا جايبه يستفيد منه؟ جايبه ان ممكن يلعب مكان الاخ رمضان صبحي. طب ما احنا شفنا في المباريات الوديه حتى لو رمضان قعد ممكن فايلر يستغل كهربا ناحيه اليمين جناح شمال اللي هو رمضان صبحي يلعب كهربا، وشفنا الكلام ده في الفتره الاخيره، وانا واحد الناس قلت هو مكانه شمال بيتلعبوا ربما، يعني عندك فايلر بيلعب كل الناس اللي جاهز مش شرط يكون في مركزه يعني. فكل الناس بتتكلم يعني. برضو اتكلم احمد حسن عن تاجيل الزمالك حسم صفقته الجديده، احمد حسن خلال الراديو اكد ان الزمالك قرر تاجيل حسم صفقه اللاعب عبد الله بكري مدافع بيراميدز، وقال بيراميدز انه بيغالي بيراميدز في طلباته علشان ضم بكري، واشترط على نادي الزمالك الحصول على $1,000,000. طب هو $1,000,000 طبعا 16 مليون جنيه كتير، واكيد ان هذا الشرط وراء رغبه دار الزمالك في التراجع عن ضم اللاعب، مفيش جرشينات هندفع نجدد للناس ولا هنجيب اللعيبه اللي هنجيبها المسلوسي الملايين اللي ياخدها المسلوسي هنجيب منين؟ قالك بالاضافه الزمالك لا يحتاج بشكل عاجل الى مدافع حيث يمتلك خط الدفاع مثل محمود علاء ومش عارف، ده كلام احمد حسن. بالنسبه طبعا ايكر كاسياس بعد ما مشي من ريال مدريد راح بورتو، اعلن حارس مرمى نادي ريال مدريد ومنتخب اسبانيا وبورتو البرتغالي الحالي اعتزال كره القدم عن عمر 39 عام، ونشر كاسياس ايا كان رساله وداع للجميع على حسابه الشخصي على تويتر، جاء مضمونها ان الشيء المهم هو الطريق الذي تسافر به والاشخاص الذين يرافقونك وليس الوجهه التي تاخذك اليها، واكد انه خاض مسيره كبيره كانت فيها التعب والجهد وهي المسيره الان تنتهي. طبعا هو ومسك حاجه مهمه في ريال مدريد، كان في صوره مع بيريز اللي هو رئيس نادي ريال مدريد على ما يبدو انه تولى منصب داخل نادي ريال مدريد، وكنا عارفين طبعا الوعكه الصحيه اللي مر بها كاسياس خلال الفتره الماضيه اثناء تدريباته مع بورتو، ركب دعامات في القلب. احمد حسن برضو اتكلم عن ان لاعب اليو ديانج لاعب خط وسط الاهلي بينتظر عرض اوروبي كبير من احد الدوريات الاوروبيه خلال فتره الانتقالات الصيفيه المقبله، وقال السار برنامجو ديانج ينتظر عرض من اوروبا خلال الفتره المقبله، وهو بناء على كلام مع وكيل اعماله شخصيا، وقال وكيل ديانج اكد ان اللاعب مطلوب في احد الدوريات الاوروبيه الكبرى في اوروبا، وهو الخبر اللي استقبله اللاعب بسعاده كبيره وفرحه، وشدد لان ديانج يلعب في خط تجربه احترافيه احمد حسن في اوروبا. طبعا النادي الاهلي مش هيفرط في ديانج دلوقتي. ديانج لاعب انا قلت قبل كده للي متابعني، ديانج انا شايفه فنيا وذهنيا لاعب من الممكن جدا وبسهوله يلعب في افضل الانديه على مستوى العالم، يعني اللاعب ده ممكن تلاقيه يلعب في برشلونه، يلعب في ريال مدريد، يلعب في مانشستر يونايتد، يلعب في ليفر، يلعب في اي مكان، امكانياته الفنيه والبدنيه تؤهله لذلك، الى الذهنيه بيعرف يتعامل ازاي. لكن انا من وجهه نظر النادي الاهلي لا يقعد معانا شويه نستفيد منه، كمان هو يستوي المبلغ المادي اللي الاهلي يستفيد منه من خلال خروج ديانج. ديانج مش هيكمل معاك لنهايه عمره، في يوم من هيخرج، بس يخرج وانا استفيد منه اقصى استفاده ماديه، ويكون انا خلال الفتره دي قدرت اوفر البديل المناسب اللي يقدر يفيدني او يسد مكان اليو ديانج، لان اليو ديانج اعتقد بنسبه كبيره حجز مكانه داخل النادي الاهلي بجوار عمرو السولية او حمدي فتحي. رد الجنايني بيتكلم عن عقوبه كهربا وامام عاشور، قال لك ان العقوبه اتكلم عمرو الجنايني من خلال تصريحات اذاعيه عن تخفيف عقوبه محمود كهربا وامام عاشور، وقال
ان هذا الامر تم مناقشته من لجنه الانضباط وصدر قرار من لجنه الاستئناف ولا يوجد اي قرار اخر. وقال مع احترام لكل الانديه لن اقوم بتعديل اي عقوبات، ليس لنا سلطه في ذلك، هناك قاضي اصدر حكم والامر انتهى ولا مجال للنقاش فيه. واكد على وجود حكام اجانب لمباراه الاهلي والزمالك في الفتره القادمه لانه قرار رئيس وزراء مش هو اللي مطلعه، ده من زمن الزمن. وشدد على ان مباراه القيم الاهلي والزمالك مقرر لها 22 شهر جاني ستقام بطقم تحكيم اجنبي بناء على قرار من مصطفى مدبول رئيس الوزراء. وبسؤاله عن امكانيه انهاء الدوري والكاس خلال 4 شهور قال بالتاكيد نستطيع اتمام ذلك، والامر فقط يحتاج الى النظام. ده بالنسبه لتصريحات الجنايني. وعن استكمال الدوري اكد عمرو الجنايني رئيس اللجنه الخماسيه المكلفه بتدير الاتحاد المصري لكره القدم ان لجنه المسابقات هي من ستضع جدول الموسم الجديد بعد مد فتره عمل اللجنه الخماسيه. وقال الجنايني في تصريحات اذاعيه برضو ان الموسم القادم سيكون تحت اداره اتحاد كره القدم الجديد، ولجنه المسابقات الحاليه برئاسه حسام الزناتي هي من ستضع الجدول الخاص بالموسم الجديد. وقال الفتره الماضيه وتحديدا في ال10 شهور الماضيه شهدت انجاز العديد من الملفات، ونعمل على تجهيز كل الامور الخاصه وانهاء كل الملفات حتى نسهل الامور على المجلس القائم. طول ما انت بتتكلم بتفاؤل كده يا عم الحاج انا مش مصدقك. واكد ان عمرو الجنايني ان قرار عوده الدوري لم يكن اختراع، ومعظم دول العالم اعادت بطولاتها ولعبوا ونهوا، والدوري الانجليزي حدد هيرجع امتى والدنيا رايقه. ده بالنسبه طبعا بالنسبه للتاج الحربي وطلباته بخصوص تاجيل مباراه اف سي مصر والنادي الاهلي. تم تاجيل مباراه اف سي مصر اللي كان مقرر اقامتها يوم السبت القادم بسبب ان ظرف استثنائي ان اكثر من 7 لاعبين مصابين بفيروس كورونا، والاتحاد المصري قرر تاجيل المباراه. لكن اكثر من كده اعتقد هيبقى صعب يعني. لجنه الحكام اتحاد الكره برئاسه وجيه احمد اختارت محمد معروف ومحمد عادل اداره مباراه الزمالك والمصري. يعني بتفضل بين حكمين يا محمد معروف يا محمد عادل والاثنين الله يسهل له ولم تسر ربنا يستر، بس احنا قاعدين لكم بالمرصاد. ولم تستقر لجنه حكم المباراه الى الان، وانا منتظر نستقرها خلال الساعات القادمه. ويلتقي الفارس ما بلاش ما تخلوها مفاجاه، انا نفسي الحكام في مصر يبقوا مفاجاه بعد ما سمعنا، مع احترامنا لكل الحكام يعني، بعد ما سمعنا كلام الكابتن فاروق جعفر يعني نفسي يفاجئونا كده، ادي الحكم اهو اللي هيعمل، محدش يعرف عنه حاجه. ده ملخص الفيديو، شكرا على حسن متابعه حضراتكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.